السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل. شكرا استاذ. يا اهلين وسهلين. شلون الصحه؟ ان شاء الله مرتاحين. نشكر الله دائما وابدا. هو صحيح ما صدف اني التقيت بحضرتكم، بس مسموعاتكم العطيره هي اللي دفعتني لزيارتكم. يا اهلا وسهلا ومرحبا. الله يخليك. شرفت. شلون بتحب قهوتك؟ وسط لو سمحتي. قهوه وسط يا انسه. حاضر استاذ. هو الحقيقه انا كمان سمعت عن نشاطاتك ومشاريعك الاقتصاديه الهامه يلي من شانها تخدم البلد. الحمد لله يا سيدي، ولحسن الحظ انه طلبي هالمره عندك، وبتمنى منك انك تلبيه. ما منقصر ان شاء الله. على عيني. نحن بدنا خدمه يا ابو جهاد. هذا يا سيدي من مده قريبه طلع من دائرتكم الفنيه امر بعدم الموافقه على مشروع حديقه الحيوان بوبي لاند يلي ناوي ابنيها بهالبلد. وبصراحه انا يعني استغربت هالرفض، مع انه المشروع مستكمل لجميع المواصفات الفنيه والتقنيه وبيشملوا قانون الاستثمار رقم 10، واللقمه وصلت للتم. بيجوز، بس ما بتشوف معي انه هاللقمه كبيره شوي؟ لانه معلومك اللقم الكبيره بتعمل عسر هضم اذا انبلعت. يعني الشغله مو سهله مثل ما لك متصور. البركه فيك هاني بيك، يعني الشغله بايدك وبتوقيع صغير من جنابك بيمشي الحال. اسمح لي اقول لك يا ابو جهاد انك غريب الاطوار. انا غريب الاطوار؟ ليش هاني بيك؟ يعني كل مشاريعك فيها جرأة وتجاوز وطموح. اي طبعا، لانه رجل اعمال وجبان ما بيصير، والمشاريع الكبيره بدها قلب قوي، والباقي على الله. طيب شو اللي خطر ببالك تبني حديقة حيوان؟ سؤال وجيه هاني بيك، وهالسؤال له عندي قصة. هات لشوف شو هي. الحقيقة أنا حبيت ابني حديقة حيوان وفاء مني لكلب الله يعزك، وناوي سميها بوبي لاند. ما فهمت عليك، وفاء منك لشو؟ لكلب الله يعزك. لأنه الحقيقة كان عندي كلب بالفيلا تبعي مشان أغراض الحراسة ومات، وأنا حبيت ابني له حديقة حيوان وفاء مني لشخصه وخدماته. ما قلت لك إنك أنت غريب الأطوار يا أبو جهاد؟ لك حدا بيبني حديقة حيوان بمئات الملايين وفاء لكلب؟ قل لي يا أبو جهاد، هلا أنت عم تمزح ولا عم تحكي جد؟ صدقني ما عم بمزح هاني بيك، بس أنت لو تعرف شو مزايا هالكلب كنت عزرتني وعطيتني الرخصة فورا. وشو مزايا هالكلب بقى؟ ها ها، أولا كان شجاع جدا وقلبه قوي، حتى أنه مرة صار عندي حريقة وعلق القطل صغير جوات الغرفة، فما كان من الكلب إلا أنه اقتحم النار ومسك القط من رقبته بسنانه وأنقذه. هيك لكان. وشو كمان؟ النقطة الثانية المهمة بأخلاقه هي الوفاء. يعني مرة مرضت مرضة تقيلة، تقيلة تماما، فالمسكين قعد قدامي ليل نهار وهو عم يخدمني ويعطيني حبوبي وأدويتي بمواعيدهم. مرتي يلي هي مرتي ملت مني ومن ضعفي، بس هالكلب ما مل وما صدق إمتى طبت. هلأ معقولة كلب يعمل ممرض؟ الله يخليك يا أبو جهاد. مثل ما عم قلك، وفوق هالشي كان أمين جدا. اسمع هالقصة هاني بيك. مرة ضوعت جزداني وفي أكثر من 50,000 دولار ترافل شيك. أنا بصراحة قطعت الأمل إني لاقي الجزدان، وما شف لك إلا بوبي بعد ساعتين جايب الجزدان لنص حضني ومو ناقصين شيك واحد. ها هلا هيك عمل الكلب؟ والله اللي ما بيعرفك بيجلك يا أبو جهاد. يعني عدم مؤاخذة، أنت جاي تضيع لي وقتي وتتمسخر؟ شو شايفني قدامك؟ لا لا أبداً أبداً، معاذ الله أني أتمسخر. أنا عم بحكي حقائق ووقائع جرت معي شخصياً. حتى أنه بوبي من كتر ما بيحب الأولاد سرق مني مرة 500 ليرة، فقلت لحالي منين متعلم هالسرقة ابن الكلب؟ يعني لو أنه فايت دواير ومؤسسات بجوز يكون اتعلم يسرق، بس بوبي ما بيخالط حدا منه. المهم مو تاري لك هالبوبي بده يشتري أكلات طيبة لأولاد الناطور. هلا لا تجنني يا أبو جهاد، الله يخليك. أنا مالي فاضي للسرسرة واللعي، عندي مشاغل فوق راسي. بس أنا يا هاني بيك ما عم اخترع القصص اختراع،
عم بحكي واقع عشته وشفته وجربته. ولك يا بني آدم، معقولة كلب يعمل كل العمايل؟ البني آدم ما بيعملها؟ لا ومو بس هيك هاني بيك، في شي تاني؟ اي نعم يا سيدي، بوبي قبل ما يموت سلمني وصيته. شو سلمك؟ وصيته وصيته، سلمني الوصية تبعه. اتقي الله يا رجل وحاجتك تخريف بقى، العمل نصة. شو جنيت يا أبو جهاد؟ شو هالحكي الفاضي هاد؟ صدقني ما جنيت يا هاني بيك، لساتي بعقلي. شلون بعقلك لساتك شلون؟ معقولة كلب يوصي؟ هذا اللي صار، كلب وصى. وشو وصاك بقى؟ تعمل له سبيل مي على روحه ولا تفتح له سوبر ماركت العظام؟ لا مو هيك وصيته، وصاني بوبي اني ابني حديقة حيوان حتى يزوروها الأطفال ويتذكروه، لأنه هو كان معشران كتير، يعني صديق حميم للأطفال. ها وبدك ياني بجلالة أدري وارتفاع مركزي اعمل بوصية كلب وعطيك الموافقة على رخصة البناء؟ شو هالكلام اللي ما بيسمع يا أبو جهاد؟ قسما بالله لولا مكانتك وموقعك بالبلد كنت ألغيت الزيارة فورا، مو ازدراء لشأنك واستخفافا بشخصك. إيه بس كمان مو معقولة تقعد تحكي شروي غروي وتضيع لي وقتي بقصص الكلاب. والله يا هاني بيك أنت حر، بدك تعطيني الرخصة أعطيني، ما بدك تعطيني أنا ما بقدر أجبرك بنوب. أنت حر ماشي. على كل حال من جملة ما وصى بوبي وصالك بشيك قيمته 200,000 دولار، بس أنت حر يا أخي. بشو وصالي؟ ب200,000 دولار. إلي أنا؟ نعم. وبوبي ذكر اسمي بالوصية؟ إيه طبعاً، ليش جاي زورك لكان؟ مشان سلمك الشيك، بس مو مشكلة، مو مشكلة هاني بيك، أنا ما بقدر أغير قناعاتك أبداً. سلام عليكم. لا 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 لحظة لحظة يا أبو جهاد، لحظة الله يرضى عليك، تفضل تفضل ارتاح. لك ما استوعبت منك أنا، ما عم استوعب. بدي إياك تفهمني، هات لشوف. عدلي عدلي. تفضل تفضل يا أبو جهاد. يا هاني بيك أنا ما بقدر أجبرك تاخذ الشيك، أنت حر التصرف طبعاً. بس مكتوب بالوصية إذا لم يقبل هذا المدير بين قوسين هاني بيك المطيليس، إذا لم يقبل هذا المبلغ فأرجو تقديمه لجمعية خيرية. على كل حال فرصة طيبة هاني بيك، وأنا سعيد جدا بالمعرفة. لحظة 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 يا أبو جهاد، عود عود لسا ما شفناك منيح، عود تفضل ارتاح. خير؟ في شي هاني بيك؟ لا لا لا، هو بس بصراحة أنا عم فكر إنه الوصية لازم تحترم ولازم تنفذ حتى تطمئن روح صاحبها. شو قصدك هاني بيك؟ يعني أنا مضطر غصبا عني واحتراما لآداب الوصايا إني أقبل، ما في كلام. وأنا هيك عم أقول. أتفضل يا سيدي. وهي الشيك. شكرا يا أبو جهاد. أنا ما دخلني، ما أنا إلا واسطة بينك وبين بوبي. يعني إذا كان بتجوز الرحمة عليك يا سيد بوبي وغفرانك يا ربي، فرحمة الله على سائر ما خلق. معاملتك عندي يا أبو جهاد. مع الموافقة الفورية للضرورات الملحة. تفضل يا أبو جهاد. يا سيدي كتر خيرك، وأنا اعترافاً بتفهمك العميق وتعاونك رح أبدل اسم الحديقة من بوبي لاند لاسم تاني من بعد إذنك. إيه وشو رح تسميها؟ يا سيدي رح أسميها هاني لاند. يا ناس يا عالم يا شرطة، دخيلكم حقوني. طول بالك طول بالك يا أخ، طول بالك طول بالك. دخيلكم حقوني، في مجنون قافل علي الباب بده يقتلني. طول بالك يا ناس يا عالم يا شرطة، مشان الله الحقوني. لحظة يا حباب، لحظة إذا بتريد. خير يا أخي؟ شو في؟ ممكن تكلف خاطرك وتجي معي دقيقة. لوين يعني؟ يبدو في شخص عم يعتدي على الثاني وعم يهدده بالقتل، هون هون المحل قريب بالحارة الثانية. شو هالحكي؟ مثل ما عم بقول لك، يعني لازم تنقذوه قبل ما يقتلوا المجرم. بس أنا ماني علاقة بك موضوع. شلون مالك علاقة؟ مو شرطي حضرتك؟
مبلا شرطي بس بالهجرة والجوازات. يعطيك العافية. ولك يا شرطة مشان الله قصوني قبل ما هالمجنون يقتلني. ولك يا شرطة. ها اجيت بوقتك. مشان الله تجي معي. يمكن رصيد جريمة قتل بالبيت هون اللي بالحارة هي. للأسف أنا مالي علاقة. لك شلون مالك علاقة؟ إذا شرطي ومالك علاقة، مين اللي له علاقة لكان؟ لك يا عيني أنا مش شرطة المرافقة بالوزارة، فهمت علي بقى؟ لك يا شرطة يا حراس ولك مشان الله اطلعوا لعندي. لك طول بالك طول بالك. لك يا شرطة المجنون بده يقتلني. ولك يا شرطة. ولك يا عمي ما حدا عم يرد علي. لك يا شرطة يا حراس. صادر واقف. من شاء الله يا اخ من شاء الله. في رجال عم يستغيث ويمكن ينقتل اذا ما لحقتوه. بتروح عليه حياته المسكينه. طيب شو تريدني اعمل لك يا حبيبي؟ يعني كان دخل اختصاص غيري. لك شو تتدخل باختصاص غيرك؟ ليش انت مو شرطي؟ بلا بس انا شرطي بالبلديه وما لا بالمواضيع هاي كلها. لا ولا قوه الا بالله. مرحبا يا اخ. اهلين وسهلين. وين تشتغل حضرتك؟ بالشعب الثاني. ليش؟ وين يعني بالشعب الثاني؟ شعبة مكافحة الجرائم. ليش؟ أخ 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 الحمد لله الحمد لله. ممكن تشرف معي أخي. في شخص عم يتعرض لجريمة قتل وما في حدا ينقذه. وين؟ هون بالحارة اللي جنبنا. والله إذا بهالمنطقة بدك تعذرني يا مواطن. ليش بقى؟ لأنه هاي المنطقة مو منطقتي. وين منطقتك لكان؟ أنا مسؤول عن منطقة فيلات الأستراد. سلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك شو هالنار هاد؟ والله تربطت ايدي. لك يا شرطة لك مشان الله انبح صوتي. ولك يا شرطة. معقول هذا اللي عم يصير؟ مشان الله جاوبني. انت مبين عليك رجال صاحب ضمير. لا والله مو معقول. بس شو طالع بالايد؟ على كل حال انا بعرف شلون الشرطة راح تلبيك. لك شلون مشان الله؟ لانه هذا المسكين اللي عم يصرخ ومرعوب يمكن ينقتل ونحن واقفين عم نتفرج. هيك فكرة؟ ما في غير هيك. لك يا عالم شو هالفلتان هاد؟ شو هالتسيب؟ شو هالإهمال؟ لك يا عالم شو هالفلتان هاد؟ شو هالتسيب؟ شو هالإهمال؟ تفضل معنا سيد فريد. لوين بدي تفضل؟ مو شغلك هنيك بتعرف. وين هنيك؟ بالفرق. ليش حضرتك شو بتشتغل؟ أنا رجل أمن. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الرجال اللي راح ينقتل شو مصيره؟ بيقربك شي؟ لا حبيبي ما بيقربني ما بيقربني منوب. بس من منطلق إنساني التهفت له حبيت ساعده. هلا صار بده مين يساعدك؟ شرف. لا بدك طول بالك يا عمي. لك طول بالك. شو سوينا العبها هيك؟ لك اسمع بينا ساعد السلم نحن. ولك يا شرطة يا أمير يا جنائية مشان الله الحقوني. بتعرفوا شو لازم تساوي فيه لهذا عم يجعل يسرار؟ تكتبوا له ضبط اطلاق راحه للجوار. الله يكرم عينك.